نائب احمد بدوي رئيس لجنه الاتصالات بمجلس النواب، برحب بحضرتك يا سياده النائب واهلا بيك معانا في 90 دقيقه. مساء الخير يا استاذ بسمه، ازي حضرتك؟ اسمحي لي بس على الهواء مباشره احيي حضرتك لتناول هذا الملف المهم اللي مرتبط بالحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع. انا كنت سعيد جدا وانا بسمع الكلام بتاع حضرتك الامس، ويمكن حضرتك لمستي موضوع اتمنى ان حضرتك، انت قلت دلوقتي واكدتي ويمكن ده شيء اسعدني، ان هذا الملف انت هتفتحيه مره واثنين وثلاثه في 90 دقيقه. دي قضيتنا يا فندم. طبعا لا، وانا يعني كرئيس لجنه صلاه البرلمان انا وهيئه المكتب واعضاء اللجنه متفقين على ما ذكرتيه. ويمكن بس انا بطمن حضرتك، احنا كلجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنتواكب مع التطور التكنولوجي الهائل، وبنتحدث عن الثوره التكنولوجيه اللي موجوده في العالم، بس احنا النهارده بنتحدث عن الترندات للاسف الشديد. ويمكن انت وصفتي قلتي الصور الشاذه اللي عشان يعملوا مشاهدات، وكله بيقلد بعضه للاسف الشديد. ده اللي بيحصل يا سياده النائب، واحنا بنرصد الواقع اللي حاصل. احنا راصدين ده، عشان كده انا بطمن حضرتك أن هناك العديد من التعديلات. أنا بس عاوز أأكد نقطة مهمة جدا، إحنا يمكن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجنة يمكن مختلفة شوية عن اللجان النوعية الأخرى، لأن إحنا المفروض القوانين والتشريعات الخاصة بقطاع الاتصالات بيتم النظر عليها، مش ببالغ عندما أذكر لحضرتك كل 3 شهور أو 6 شهور على الأقل. ليه؟ لأن أنت كل يوم في جديد. وانا اسف بقول هذا الكلام، هناك سلبيات كثيره، والبعض، مش بقول كل المجتمع، البعض من المجتمع يستخدم السلبيات في السوشيال ميديا اكثر من الايجابيات. احنا بنقلد بعض، او الشباب للاسف بيقلدوا بعض في الغلط، بيقلدوا البعض في موضوعات تتنافى مع قيم واخلاق المجتمع. انت قلت كلمه امبارح، ايه الاوض النوم المفتوحه دي؟ طبعا احنا بنرصد من خلال الباحثين بتوعنا في اللجنه ومتابعين ده، واحنا بناكد الكلام اللي حضرتك قلتيه امبارح ايضا. طب معلش سياده النائب، ازاي مجلس النواب هيواجه موجه الاسفاف والترند وتدمير الاخلاق من خلال بعض منصات السوشيال ميديا اللي بتحصل دي؟ طيب هطمن سيادتك، احنا في موضوعين احنا بنضعهم في مقدمه اهتماماتنا. الاول، في هناك جزء من التعديلات يخص الابتزاز الالكتروني، وجزء من التعديلات هيتعمل ان شاء الله في قانون، وهيقدم في قانون تقنيه المعلومات اللي هو قانون 175. ده الجزء اللي حضرتك اتكلمت عليه ده يخص قانون تقنيه المعلومات. انت عارفه لما عملنا هذا القانون في 2017 ما كانش طلع الموضوع الترندات والاولاد يعملوا سلوكيات خاطئه، سواء المواطنين من اجل ان هم يحصلوا على دولارات فممكن يعمل اي حاجه خطا تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع. فده بالفعل بطمن حضرتك هيبقى في تعديل تشريعي بالتنسيق طبعا مع قسم التشريع في وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لكي نخرج بالصياغه الصحيحه التي ستعرض وتناقش في اللجان الخاصه اللي بنعقدها في لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبعدها ان شاء الله تعرض على الجلسه العامه للموافقه عليها. يعني القانون ده بيتضمن ايه سياده النائب؟ يعني هل مثلا يعني تجديد العقوبه مثلا، مراقبه، التدقيق في المحتوى مثلا، يعني ايه مضمونه؟ بص، قانون تقنيه المعلومات هو قانون صدر، لكن احنا طبعا مع التواكب مع التكنولوجيا الحديثه احنا بيتم فيه تعديلات كل فتره، زي قانون تنظيم الصلاه كده اللي عملنا فيه تعديلات لكي يتواكب مع التطور التكنولوجي اللي موجود. قانون تقنيه المعلومات ده اسمه، او احنا بنطلق عليه وسائل الاعلام بنقول عليه، قانون 175 لمكافحه الجريمه الالكترونيه. ده بيواجه كافه السلبيات التي تحدث على السوشيال ميديا، وبنركز على الجزء اللي حضرتك اتاكدت فيه في حلقه الامس، اللي هي بينافي اللي هي، او الحاجات اللي هي ضد القيم ومبادئ المجتمع. فهناك المنافيه للاخلاق يعني. تمام. فاحنا عندنا يعني مواد 25 و26 و27 دي اللي فيها الشق ده، لكن ينقص موضوع الناس اللي بتعمل ترند. يعني عاوز اقول لك موقف مثلا على سبيل المثال، يعني بما ان سيادتك اتكلمتي عن الحاجات اللي بتتعمل في الشارع بتتنافى مع قيم المجتمع. يمكن من اسبوعين حضرتك، في اولاد كانوا عاملين، 4 شباب عاملين صفحه
وبينزلوا بسياره بعربيه في الميادين العامه، ممكن مواطن ماشي في شارع ينزلوا يخطوه بطريقه غريبه جدا، فين الجيزه؟ فين مش عارف، كانهم ضباط شرطه يعني. تمام، بس عاوز اطمن حضرتك لان سيادتك اتكلمتي عن المتابعه، عاوز اقول لسيادتك ما هناك تنسيق طبعا مع كل القطاعات التنفيذيه. الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الاداره العامه للعلاقات والاعلام في وزاره الداخليه بترصد هذه الاعمال، لان دي مش دي مخالفه للقانون، سواء في قانون العقوبات او في قانون مكافحه الجريمه الالكترونيه ماده 26، لان ده ايه؟ عمل ترويع للمواطنين، ده قام بترويع المواطنين بجريمه. عقوبتهم ايه بقى دول؟ بيعاقب عليها القانون دي في ماده 25 حسب طبعا الترويع دي، ممكن بتبقى من سنه، دي سلطه تقديريه للقاضي، من سنه لثلاث سنوات. حلو. طبعا اذا تعرض بقى المواطن الخضر الرادع مطلوب، دي سلطه تقديريه للقاضي. وعلى فكره انا بطمن سيادتك ايضا وبنتهز ان انا في البرنامج مع حضرتك في قضايا الابتزاز الالكتروني في مواد 25 و26 و27 اللي هو بقى اشير بعد ما اخد الصور بتاعه الفتاه واربطها مثلا بمحتوى منافي للاداب وابدا ابتزها بهذه الصور بعد ما عملت هاكرز على صفحتها، واذا شيرت الصور دي شيرتها خلاص ده اتفضحت على الملا، قضايا الابتزاز بتصل العقوبه للمؤبد. ده يستحقوا يستاهلوا. ده التعديل. ده في ناس انتحرت بسبب ناس ابتزتها بعد الواقعه دي الحقيقه. يعني عملنا تعديلات في هذا القانون مواد 25 26 و27 حتى وصلت العقوبه النهارده الى المؤبد. فانا بطمن حضرتك في هناك تعديلات في الشق اللي اتكلمت عليه، خاصه مع زي ما قلت الترندات اللي بتتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع، وان شاء الله باذن الله طالما سيادتك متوليه هذا الملف هنتابع حتى يكون الرؤية واضحة أمام المشاهدين. أنا الحقيقة سيادة النائب سعيدة جدا بالتعاون ما بيننا وما بين مجلس النواب والحكومة وكل الجهات، ولأن دي الحقيقة قضية مجتمعية ومهمة. صحيح. جدا. صحيح. بس أنا عندي سؤال بقى مهم، هل نقدر نعمل، ما ينفعش زي بعض الدول أنه بعض المنصات نحن نمنعها منها تعمل في مصر؟ يعني وأنا هنا تحديدا بتكلم عن التيك توك مثلا، يعني تمام. هل نقدر نمنعه؟ هل في تشريع ممكن يطلع من مجلس النواب انه يمنع التيك توك؟ بص هذا التشريع بيتم بالتنسيق، يعني هو بالعافيه داخل بلدي ازاي؟ يعني انا عايز افهم دي، مش قادره افهمها. طيب بطمن سيادتك احنا بس كبرلمان وبالتنسيق مع الحكومه احنا مع التطور التكنولوجي وبنتماشى مع، ولكن طبعا اللي هو هيضر بلدي او هيضر الاولاد والشباب احنا طبعا بننسق مع الجهاز القومي لتنظيم الصلاه، والمحتوى السيء يعني بطمن حضرتك ان الجهاز القومي لتنظيم الصلاه بالتنسيق، لان المحتوى ده شق يخص الهيئه الوطنيه طبعا لتنظيم الاعلام، ده المحتوى اذا كان هناك تقرير ان هذا المحتوى مخالف للضوابط والمعايير فالجهاز اللي بقول لسيادتك هو بالتفاصيل، يعني فالجهاز القومي لتنظيم الصلاه بياخد اجراء ضد هذا المحتوى. وانا بطمن سيادتك وفي اخبار كويسه ان شاء الله بس هعلنها في وقت لاحق، بنطمن حضرتك منها الحفاظ على بيانات المواطنين مواجهه ما يضر المجتمع خلال المرحله المقبله ان شاء الله. وهتعلنها عندنا برضو في 90 دقيقه سياده النائب ان شاء الله. هناك حزمه تشريعات، لان حضرتك انا قلت يعني جبت المعلومات، لان احنا فعلا هنشتغل في هذا الملف، يمكن احنا لسه هنشتغل فيه يمكن الاسبوع اللي جاي ان شاء الله باذن الله. إن شاء الله بإذن الله. العالم يعني رايح لموضوع العالم الافتراضي والميتافيرس، إزاي نقدر نحن نسبق بخطوة؟ يعني ليه ما نعملش زي الصين مثلا ويكون عندنا منصة تواصل اجتماعي مصرية؟ طيب هذا الموضوع يمكن تم طرحه منذ فترة. حلو. تم يعني خطوة حلوة قبل ما أعرف اتقال إيه خطوة حلوة. المناقشة تمت المناقشة فقط، لكن طبعا الحقيقة احنا كان عندنا مشاريع قوانين كتيرة جدا، انت عارف احنا بنتواكب مع التطور التكنولوجي الهائل والتحول الرقمي وانترنت الأشياء، فاحنا طبعا عندنا مشاريع قوانين كتيرة جدا بنتواكب معها، فطرح هذا الموضوع مرة بأخرى أعتقد هيتم طرحه خلال يمكن المرحلة المقبلة، لكن طبعا ما فيش إجراء فيه، لأن طبعا أنت عارفة ده موضوع تقني بحت
موضوع تقني بحت هيتم طبعا التنسيق فيه مع اجهزه وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. انا عارفه يا فندم انه حلم، بس انتوا ان شاء الله قادرين على تحقيقه. انا بشكر مجلس النواب الحقيقه على سرعه الاستجابه، وانا واثقه انه البرلمان ومن القلب منه حزب مستقبل وطن هيواجهوا ظاهرة الترند وكل اللي بيحاولوا يشوهوا صورة المجتمع المصري على السوشيال ميديا. أنا بشكرك جدا سيادة النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب على الاستجابة السريعة ورد الفعل السريع من البرلمان المصري، وهنتابع مع سيادتك دايما كل الخطوات في الفترة اللي جاية عشان يعني يكون ردع حقيقي لكل اللي بيحصل على السوشيال ميديا.